بعد الحديث عن موجة قطبية قادمة إلى البلاد بداية الأسبوع القادم، دعونا نستطلع آراء المواطنين في رام الله حول استعداداتهم لها. استعدادنا للثلج، شو بحكي فيه وشو بحكي فيش، يعني يمكن مش اكيد، والله اعلم. يعني احنا سمعناها الصبح على التلفزيون بيحكوا، الله اعلم، ما بقدرش نحكي لكم الا غير ليوم الاثنين. يعني صح، شو الاستعداد؟ احنا استعداد عاد، شو بده يصير يعني؟ حتى لو اجى ثلج اروح اجيب 10 جرات غاز زي ما حكوها امبارح على التلفزيون، واحدة شارية 10 جرات غاز تخبيهم لاولادها، والثلج لو اجى بده يقعد يومين ثلاثه لو قعد، يعني شو بده يصير يعني؟ طب شو الاشياء اللي بتعمليها عاده انت والاولاد بالثلج؟ الثلج سوي المشاط زاكي في الثلج، نعمل مقلوبه سخنه زاكي في الثلج، هاي الملفوف هي بدي اشتري زاكي في الثلج، كل شيء زاكي، المجدره، العدس بدفي زاكي، شو ماله في الثلج بشحي. طبعا عاده فصل الشتاء الواحد لازم يستعد من كل النواحي، شايفه كيف، على اساس انه يحتاط بالمونه، فهمتي كيف، بالنسبه للتدفئه وياخذ احتياطاته اللازمه، طبعا خاصه اذا عنده اطفال للتدفئه، عارف الحوادث اللي بتصير، اختناق، بتأمل انه تمر على سلام. هذا زي ما بيحكوا الخطريتنا الكبار، التلج ملح الارض، ملح البلاد، يعني ملح الارض وملح البلاد. بعدين التلج خير، كان مطر ولا تلج كله خير، بقتل الجراثيم وبقتل كل الامراض هذه كلها. لما يصير تلج عاده شو الاشياء اللي بتعملوها؟ والله ولا شيء، فضار التلج بنطلع بنتفرج على التلج، الواحد بنبسط، الصغار بنبسطوا والشباب بنبسطوا. بعدين كنا زمان يعني نلعب كمامية ثلج ونترح في بعض، زمان على زمان. انت بتستنى التلج يعني؟ يعني التلج بكون حلو في العالم، يعني الواحد بقدر يلعب في التلج بدل انه شغل يلعب في التلج. احنا صراحة بنتمنى يكون في تلج، بس الارصاد بطلت تزبط، يعني هذيك المرة حكوا منخفضات وأشياء، فصار الواحد مش كتير يصدقهم، يعني ما بتوقعش إنه في ثلج كبيرة راح تكون. من مواد تموينية، من الملابس الشتوية، من الشغلات هاي، من الدفايات، من الصبات. شو الأشياء اللي بتحتاجوها بالثلج؟ بالثلج بنحتاج الخبز، بنحتاج حليب للأولاد، بنحتاج يعني اللي بنجيب بطاطا، بنجيب اللي بيقدروا ياكلوا الأولاد الصغار يعني. لا، وبقول لك نكبة إلي، أنا بالنسبة لي نكبة، يعني أنا ما بحب التلج، يعني بيأثر على الناس كثير التلج. أول شيء يعني بيأثر عليهم اقتصاديا، بيأثر عليهم من الناس تروح مشوار على المستشفى مثلا، إشي بيكون طريق مسكر، فيش عندنا الطواقم الدفاع المدني مزبوط إنه يعني يكيموا التلج بسرعة. إحنا منيح، بس إحنا في كرة ساكنين، يعني ما عندناش تلج بيجي خميل يعني هيد كبير. احنا هالكيت عادي يعني مجهزين في الدار، تشلش ولا الكهرباء ولا تشلش، جهزنا. شو اكثر الاشياء اللي بتعمليها بالثلج؟ الملفوف، واذا بدهم الصغار مقلوبه، شغلات سخنه، هيدا شربات اشي. ايوه بنجهز احنا من ضمنهن الحرمات زي ما انت شايفه. وشو كمان بتجهزوا اشياء ثانيه؟ تدفئه الحمد لله موجوده، احنا بندفع الحطب دير بالك. شو كمان؟ والحمد لله أمور صيانة للبيت، شغلة زي هيك. حركة غير اعتيادية شهدتها الأسواق في رام الله، تمنى المواطنون أن تكون الأرصاد الجوية هذه المرة دقيقة. من مدينة رام الله، دعاء السيوري، تلفزيون الوطن.